أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني رمضان في الحوم. وفي رمضان كنعيشوا أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحوم، ورمضان في الحوم، ورمضان في الحوم. الجولة ديالنا في أحياء مدينة طنجة خلال شهر رمضان المبارك باقا مستمرة، والحوم اللي عنزورو اليوم دينا قديمة. السلام عليكم خي حمزه. وعليكم السلام اخاي، نهار كبير هذا. بارك الله فيك. شكرا بزاف خي حمزه. عن شخصك كيفاش كدوز الاجواء ديال رمضان؟ اش غنقول لك، كيف ما كان الحال ماشي بحال شحال هادي. دابا الدنيا مكبسه، انت كتشوف كلشي كيخرج دابا مع مور العشاء، ما كاين لا خروج لا دخول، فهمتيني؟ هزمتونا الخاوه، اللهم هذا منكر. هادشي اللي غنقول لك. الاجواء شحال هادي كيفاش كانت؟ اجواء شحال هادي كتوعر بالبركه ديالها وبالرزوقات ديالها. دابا ما كيخليوش الدراويش يفرشوا في الارض وكذا، بنادم بوبر كيفرش مخبع، فهمتيني؟ شحال هذيك الدنيا زينه كتهضر في الطايف، والله كلشي بايع عنايا شي في السقوف، كل واحد يفرش. لا قول له قول له تشينا ديال الناس طنجه، تشينا تشينا والله الا تشينا ديال الناس طنجه اصاحبي. خي حمزه، شنو شنو الاجواء اللي نقصات في الحومه؟ بزاف الحاجات كتشوف كذا من الصور وكذا ما بقاش. شو اجواء رمضان هي مور العشاء، كيخرجوا العوي يلعبوا. شنو كتعرف دابا شادوا لنا زمتونا، كانوا كيشدوا في السته، قالوا كيفتحوا لنا ما فتحوش. دابا قال لك باقي يزيدوا يشدوا، اش تشدوا فتحوا الدراري اللي عنده السوارات يفتح الدراري. ايوا هادشي اللي كاين. انت كتشوف هذيك الاجواء ديال الويطات والطويجنات ما بقاتش؟ لا والو ما بقاتش. شنو السبب في الراي ديالك؟ السبب الراي مسؤولين، مسؤولين شنو السبب؟ معروفه هذه، مسؤولين هما اللي عاملين هادشي. كاين اللي كيقول لك الدراري قال لك مشاو هاجروا كل واحد شي. لا ولكن كيطلع الجيل الجديد، كيطلع الجديد تا واعر وكيقلد، فهمتيني؟ تو خصو يعمل ويدوز اجواء طواجن وكذا والعالم وفطورات في الزنقه. دابا كتخرج تفطر، كتفطر وتينا كدور الله ياك روشي رجي كتفطر روشي رجي. واخا كيفاش كتجي المغرب ملي كتفيق حتى المغرب باش كتجي؟ انا قولي ما كتفيقش. لا لا كنفيق. شو شو انا كنكذب السيستيم ديالي، انا كنوض الخواص الصراحه نقول لك كان لا كنوض كنصلي الدور وكنرجع الناس، كتقرب العمل ما عندي ما يشوف شو يشوف الدنيا كلشي كيهجم. علاش ما كيخليوش الناس دابا 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 العواشر الاخيره بنادم كيخرج تم مور العشاء كيتسوق على حساب ايامات عاديه بلا كورونا. بالحق دابا بوري بنادم كيخرج يهجم دابا، علاش ما يخليهمش يخرجوا مور العشاء؟ اللهم هذا منكر والسلام. واخا غي حمزه باركنا الناس رمضان، الناس الجاليه والناس اللي آه متبعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، وكنتمنى من المسؤولين يطلقوا لنا، حنا مكروفين بلا حبس، ضاربين الحبس بلا حبس، نتمنى تعملوا معنا شي حل. الله يا خوت طلقوا لنا طلقوا لنا، خصنا نغنيو ونشطحوا ونردعوا. دابا بلاتي واحد الحاجه مهمه، واحد النقطه قلت ما قلتهاش، علاش ما يفتحوا لنا شي نهار ديال العيد ديال الصلاه؟ علاش ما عاملينش الصلاه نهار العيد؟ ما عاملينش والجمعه، والجمعه كنصلي والجمعه كيتجمع باش اكثر من العيد، فهمتيني؟ الصلاه بعدا الصلاه كتكون بالثمانيه د الصباح 9 د الصباح، كاين اللي كيتجبروا كينعس والحق الجمعه كنصلي بزاف حتى الوحده، والجوامع بلان وفتحوا لنا صاحبي العيد خصهم يفتحوا لنا. اللهم هذا منكر، فتحوا لنا العثماني قرز عنا. هادشي اللي كاين اخويا. واخا شكرا بزاف اخي حمزه، نهار كبير هذا. تحيه للناس ديالنا، تحيه للناس، تحيه للحباس الله يطلق سراحهم، واللي مات الله يرحمه، واللي مرض الله يشافيه، والجاليه والعشي ورثا هو معنا. حلو يعني ولدي بالربو بالسلامه. السلام عليكم خي مصطفى. وعليكم السلام، مرحبا سي ايوب، مرحبا بك عندنا في مدينه قديمه بفاح باب تياترو العقبات القصبه. شكرا بزاف. مرحبا خي مصطفى. عن شخصك كيفاش كدوز الاجواء عندكم في رمضان هنايا؟ الحمد لله كتكون اجواء واعره مضخمه، والدراري مهدنا قليل فين كيوقعوا لنا شي مشاكل هايده الدحاس وهادي، اما ايام اخرى كلشي كيجوز مضخم. اي أيوة والله. بالنسبه للاجواء شحال هذه ملي ايامات الصغر ديالكم واش باقا هي ولا تبدلات؟ لا والو تبدل، كلشي تبدل. شنو اللي كان كيفاش كانت الاجواء شحال؟ كنا هنا كنا حنايا كنلعبوا الكره، وكان عندنا التروفيوز ديال الكره. دابا انا كنشوف هنايا في مدينه قديمه ما عندنا حتى شي كيبو اصلا، حتى كيبو ما كاينش اللي نلعبوا به، كنا كنلعبوا في بلايه ما كيخليو فين نلعبوا. دابا خاي كنت وايري والسلام. وايري كنا، سقسي عليا مدينه قديمه الخاف. شرفنا خاي الله يرحم والديك. كنا عاودنا زيد عاودنا على على مدينه قديمه كيفاش كانت، زيد عاودنا على التفاصيل. واش غنقول لك بحكم انا الاجواء ديك الاجواء اجواء اللي كان بحكم انا عندي دابا 37 عام، قول تبارك الله عشنا معاهم شويش هنايا تبارك الله. اجواء كانت واعره، وهنايا الجيران كيف كيعاونوا بعضهم،
وكنفطروا في الزنقه، وكان واحد الحاجه اللي بقيت واقيلا كنشوفها في المغرب كامل، كانوا عندنا جوج الناس كبارين قرطاس كيلو تسمر ساعد المغرب كيخرج، هذه هي الخدمه ديالو. ساعد المغرب كيجي هاك التمره هاك التمره هاك التمره هاك التمره كيديو الحسنات، هذه بقيتي كنشوفها دابا وكلا في العالم كامل. الصراحه اجواء رمضان كيبقاو هما الاجواء الخواشني بعد الناحيه الصلاه وكذا تنعرف اخو، هذه اهم حاجه اللي زولوها لنا في هذا رمضان. هذه واخا كنصليو غير رمضان رمضان الله يسمع علينا، تقدر تكون حاليا نقول لك هذه بحال نقول لك يلا اخرى، هذه يلا اخرى لينا هذا العام، هذا نقدروا نشبروا العام كامل مثلا، فهمتي؟ والاجواء كدوز زعما الصراحه الله كدوز غزاله، ماشي زعما كدوز مزيانه بزاف، ولكن فهاد الساعه هذه ديال كورونا الحمد لله دازت بيع وشرا ديالها قليل شويش من ناحيه التجاره، ومن ناحيه الاجواء الحمد لله رمضان دائما واحد البركه ديالو كتنزل من عند الله سبحانه، هذا هو اللي كاين. بالنسبه للاثمنه ديال القنادر واش مناسبه باقا فحال الاعوام اللي فاتوا ولا لا؟ ناقص بزاف، لا ناقصنا بزاف طبعا صاحبي، بيع وشرا دابا الحاجه قندوره تين كتعرف 30 40 كاين قندوره، الاغلى اللي قندوره دابا فهاد الساعه كورونا 60 الف فرنك دليد 600 درهم، وقندوره كاين 20 كاين الحمد لله، العيور صغارين كاين 15 كاين الاثمنه موافقه موافقه الحمد لله، اللي عنده اللي ما عندوش الحمد لله موافقه. هنا في السوق هنا نهار 29 تبارك الله كيكونوا العواو والماشين تبارك الله لابسين قنيدرات لابسين جلال، كتحس بان كاين 29، وحنا دابا هنا مور المغرب ما كنفتحوش كنعملوا اذا كنجبروا السوق تبارك الله مهجور، ما كاين لا بنادم لا كيدور لا في السوق برا، ما كاين حتى شي واحد سبحان الله، راه ناقصه ناقصه 29 راه واحد 29 كان الحلاوه، انت كتحس بان كاين رمضان العول تبارك الله، هذيك العول سيدي مجلي لباس وقفيطناز كتحس بان كاين 29 حنا مور المغرب ما كنفتحوش كنشد ولا ما بقاتش. لا اجواء شحال هذه ما بقاتش الصراحه الله بحال شي حاجه اللي ما بقاوش، ما بقاتش ديك لامبينتي وديك اجواء رمضان واجواء مول العيد وصلاه التراويح والناس كتخرج كتمشى، وهذه دابا والو 8 كلشي كيدخل فحالو صافي ما كيبقى والو، فهمتي؟ يا رمضان الحلاوه ديالو يا بالليل فهمتي، ابار التراويح راه ما كرهناش التراويح ولكن سينا كتعرى دابا بحال العرعار صاب العرعار كنريحو تما مضخمه ما عرف كيجيو لا بوليس لا والو فهمت، عندك دابا يبقاو يجيو شحال هادي كان رمضان مثلا الوقار، دابا الوقار اخاوا ما بقيناش كنشوفوها الصراحه فهمتي، هادي خصها هادشي هذا هو اللي صعيب، دابا كنا شحال هادي كنخرجوا رمضان صايمين دابا سينا ماشي اخاوا العايله حنا باقيين فيها والله العظيم، هي كتشوف فيك واش فهمتي غض البصر اخاوا غض البصر اخاوا فهمتي. دابا كنتواجدوا في مدينه قديمه غنهاودوا الحومه السقايا ونشوفوا الاجواء ديال رمضان كيفاش كدوز عنده، خليكم معنا. لا قيس كيفاش كدوز اجواء انا رمضان؟ كندوزو مضخمين مع راسنا الخاوه ديالي كنبيعو ونشرو مع راسنا وكذا، هذه هي اللي كندوزو كل عام كندوزو هكذا. شنو كتبيع هذه السنه؟ بيعو فريساب بنان تفاح مانك دلاح لتشي المعصب، هذه هي البيع والشري ديالنا اللي كنبيعو هذا العام. كاين شي راواج كاين شويش وصافي، كل عام وعام كل عام ورزق ديالك يا اخي، باقي ديك الاجواء شحال هذه؟ لا والو ما بقاتش يا مرضي. شنو السبب في الراي ديالك؟ الناس تبدلات، كلشي تبدل، الدنيا كانت عامره كدا، بيع وشرا كاين بنادم بزاف، بنادم ما بقاش شي بيع وشرا ما بقاش شي بنادم مشى اسبانيا، لا ما بقاش داك الشيء كيما شحال هذه شحال هذه ما بقاش، راه دابا انت كتشوف ساقيك خاويه شوف كاين شي واحد كيفاش كانت شحال جوج الناس مفرشين هنا كانت من هنا والا كان السوق برا كلشي، راه الدنيا عامره والخبز وكذا وجباله وهادي، دابا ما كاينش شي صغير نص لتر اللبن فين هو، خصك تطلع مورا تشوف تلاينا على شي راه. كيفاش كدوز الاجواء رمضان؟ واش باش نقول لك اجواء رمضان يا حصر عليها باقيه الحلاوه وصافي، دابا حنايا فهمتيني صح كان بغيو نزرعوها شحال هادي، كتجي كتجبر الحلاوه الطواجن في الحومه كتجبر كذا كتجبر الحوت مفتوحين حلاوي ماشي مفران، دابا دير الحلوه مفران يجي مورك فهمتي ني في ميكو تشيبشي كتجبر ميسا كتجبر ميسا كتجبر دري كيبيع ولا كتجبر اللي كتجبر بوبري كيبيع اللتين كتجبر كيبيع كذا، المهم الهواشه كتكون مرضيه ديالها فهمتي الحمد لله، واخا يخرج ما خدامه وديك العام ديك الشهر ديالو كذا كيحرر فيه البركه ديالو. باش معروف هاد الحومه هادي اسمها دار بارود، هادي شحال هادي كنوصلو انايا بارود كنمامل دبارود،
كانوا كيشنو بارود هنايا عندنا برج داخل عاود مدفع وهادي كنفهم سي كان داكشي ديال البرتغال وهادي بقى داكشي ايه وداكشي ديال البرتغال بقى داكشي مع مستعمرين فهم سي بقى داكشي هذاك اثار او باقي تما اثار وهادي دابا محافظين عليه بعدا باقي محافظين على الاثار وباقي كيرموا الاثار وهادي وحنا باقي ما رموناش هنايا لاين اخاو واخا كيفاش كتجي من المغرب المغرب اخاوا كنجيبوها بالسلام كيف نتوما الدراري هادي فر شي مويطار شي لعيبه حنايا كندورو اخاوا الحمد لله ما تبدلاتش اجواء اخاوا ديالي دابا العيد بحال ما كاينش شي العيد فهمتي كيفاش اصل بس قندوره بحال ما سلبش شي قندوره هادي فهمتي هي ما تخرجوش نهار العيد ثلاث ايام مور العيد شد احنا مع الدوله اخاوا حنا بالنسبه لنا حنايا ملي كنا صغار كان الاجواء في رمضان كان النشاط كان تجينا تعاونوا بعضياتهم كان عندنا واحد الفرن هنايا الناس كانوا كيف تلامبيتي ديال الخبز والحلوى تين النخوه ديال رمضان ولكن دابا الصراحه الله دابا ما بقى لا اجواء ديال رمضان لا اجواء ديال العيد لا حتى شي حاجه الناس ديال الحومه ما بقاوش الناس ديال الحومه ديال الحي ديال البارود ما بقاوش باقي واحد البركه قليله شي 1% الصراحه الله ما نزل الحومه ما بقاوش نخوه الحومه تبدلت بزاف ما نكذبش عليك حنا بدنا رجعنا براني فات الحومه صافي بقات تجينا الاجواء عاديه ما بقى لا نشاط لا والو تجينا عاديه صافي تنسنا مشاو نزل الحومه ما بقات صراحة الله ما بقى لا ناشط في رمضان لا العيد لا حتى شي حاجة عندك تراب السبيل هذا مسخر نحن كنعموا بالسيدي بقنادر الصغارين والدراري كتساو من هنايا كدواش كذا والدراري عاو كيخرجوا كيتلاقوا مع تيتهم كيعاودوا بلايا عاو كدراري عاو الستة والسبعة بنادم باقي كيهامس الحلاوة والصغر كذا سداواش كذا كنا هنايا وكذا وكنزوقوا ايامات ديال العيد بحروا هنايا كنبحروا في بارديدوس دابا زيروا علينا خوا ديالي الدعوه بهم لله عاش دريد دابورد عاش مدينه وخاطر دريد الغربه كيفاش كانت الحومه عمره الدراري فهمتيني الدراري كيعمروا هنايا كيوقفوا هنايا فهمتي حنا مونسين معاهم كندوزو رمضان ما كنفطنوش كيفاش كيدوز بالنشاط فهمتيني داكشي ما بقاش لا قلال داكشي تيفو عن سقسي كيفاش كانت الاجواء رمضان دبار وشحال هادي كيفاش شعد دابا وشحال هادي كانوا الناس عندهم تقاليد وكذا ودابا حنايا عاوز زود الله الحمد لله بالنسبه لديك الطويجنات وديك الاجواء شحال هادي وديك ما بقاش ديك الشيء لا والو ما بقاش وفرارين عامرين بالحلاوي والطباله والغياطه وسمعات فيهم الديوان ديك الشيء كامل ما بقاو منه والو اليوم مشى اليوم زعما عالم زعاله اليوم عيب التليفونات كيهضروا سمعتيني اسمح لي الله يرضيك اخاي اش عندك حق على اذا كنت هنا كتشوف الاجواء كيفاش كتبان لك الدنيا حايله ومزيانه ومفجين وكذا كلها شابر المسار ديالو كلها انت عارف كلها عامل كريم ديالو كلها المسائل ديالو احتياطات الواجب ديالك انت عارف وطنجة كصراحة بالجامع وكنشوفوا حنا الامور باقا ما دخلتش باقا الامور مزيره انت عارف مع كورونا وما كرهناش الامور تفسخ اللي كان سينا عارف الناس تجينا عندنا وحنا مشينا عندهم طنجه ترجع كما سينا عارف طنجه اجواء ديالها كيفاش كانت طنجه كانت طنجه واعره اخاو ديالي طنجه كانت الخاو ديالي اش غادي نقول لك ما نتصورش نقول لك كيفاش كانت واحد التصويره اللي ما كاينش شي مدينه فحالها اصلا بغيت نقول لك انترناسيونال في العالم اجواء رمضانيه كانت واعره كانت 29 كتجي في ليله القدر فهمتي الحومه كتجمع الصغارين محنيين الوالدين فرحانين والصغارات دابا اش غادي نقول لك ايوا الزغرتو علينا والسلام الله العادي الى جبتيها لاصقه وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي الاجواء ديال رمضان في الحومه ديال المدينه القديمه نتلاقاو في فيديو جديد وحومه جديده السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.